بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبنا نينكي لغشت واسنو لمراني إن شاء الله بنا وري حلقة لنغرندي لاحقون لنغرندي لاحقون وري لنغرندي لينغن عفوا نين لنغرندي لينغن وكتب سردي بومجن إن شاء الله وكتب سردي بومن باب معناه لغة ورانا قلنا الإيمان تلقى بينوكن إسلام تدونوهن ورأكت وأن أخوات إن قناتيسي إن إسلام عن قيل بوسي لا لا رتدوينو دي بومجن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تلقى بنيوكن ديبا والصلاة دي تلقى بنيوكن ديبا زكاة دي حج دي شوم ديتل إن شاء الله لاريك حلقات نرسينوكن إقلا إن شاء الله نان إيمان لتونوكن وريخ إن مراتب الدين اللي قابلنا قهون دين سيسي أخوة كان لي إثنيهون لهم إسلام دي إيمان دي إحسان دي التصديق والإقرار الإيمان ورانا قلن إمننا دي يعني كود إقرار أكدنا دي آمننا قمر كودو أكدنا قمر والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو أهل السنة والجماعة إما الأربعة قلن نسو نطلن بوقن الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، نناوك أهل السنة والجماعة، نا أهل السنة والجماعة ريانكم إيمان لي، اعتقاد بالقلب، لبكت، آمنا اعتقاد بالقلب، جوا كورة، ونطق باللسان لانقد ينا، يورني أولا كلبكيل، كلبكيل لا إله إلا الله. يرو كلان قد قدنا يا سنك لا اله الا انت ترجمه كلها عشان كده ورينا كن لسان ترجمان القلب لسان وست ترجمه كن لا قد ترقب وعمل بالجوارح والاركان وعمل بالجوارح والاركان نان تتر بصوتر ابراكر نيوك هني استكر ما جوارحنا ونا عداينا نودي سكر على كر مقر كر نين كدو نورات شانوخ و العمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نان إيمان أنقى حاجات كن بس نين حفظ نور لمقراتون أولا اعتقاد بالقلب ونطق باللسان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نين بس اعتقاد بالقلب قول باللسان اعتقاد بالقلب قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية طاعة تدكوته معصية تده ناقصه إيمان وأركان الإيمان ستة واحد أن تؤمن بالله اثنين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإليك ما يتضمنه كل ركن منها أركان الإيمان والتقن الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإليك ما يتضمن كل ركن منها نا أركانين نولتنين لاريك ولا ضمنتسين ولا شخصين ولا مبتيم التفاصيل ولا نقلنا معاني يعني لا ريسين تنولمون أنا الإيمان بالله يتضمن أربع أمور سجس عن الشخص الإيمان بوجوده جارهم بوك موجود جن دائم جن الله سبحانه وتعالى الإيمان بربوبيته ربوبيته الله سبحانه وتعالى رب كل شيء رباهم جميعا وخلقهم ودبر شأنهم ورزقهم ومالك أمرهم ومتصرف عليه هذا الله سبحانه وتعالى
قدوني ربوبيت كان الإيمان بالربوبيت الإيمان بألوهيته معنى يقابلني هنديبو أن عبادة نيس رفسك عبادة تحقون الله سبحانه وتعالى ها درى نعمل عبادنا كل ربوبيت لي ندى عبادنا كل له أنه عبادة نقن أستحقه الله سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته نيسانك ونواصف سنك نفي خصتي نشنغ سنك نفي خصتي النبي صلى الله عليه وسلم وصف سنك يسنك إنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن سنك أبو يمؤمنين إن صفات نيوسي إن الله سميع بصير الله وعلى كر واسكر إنو ني صفات كدو نين دمان سوك إنا ركن الإيمان بالله الإيمان بالملائكة ورشحتين الإيمان بالملائكة يتضمن أربع أمور كذلك الإيمان بوجودهم أولا هم بنوك ملائكة نمرن قد الإيمان بمن علمنا اسمه منهم يعني إن أسماءنا وسنر لهم جبريل ومن لم نعلم اسمه فنؤمن بهم إجمالا ناسمون من قائع يودي ونما أرنا ولم جبريل سنك وحي خقن إن ينأرق نور قد ملائكة منك نيناتك آمان نكون بهم وريخنا نشق جاروقن مخلوقات نورانية الله سبحانه وتعالى نقلنا راخ الله من عدد سير ناس بسير نحال سير ين آمنكم بملائكة وانيني الإيمان بما علمنا من صفاتهم ناس فاتد القدو نيسك جناح رقو قلو جبين فليه هنا وقن نا النبي صلى الله عليه وسلم يوصلنا أبو قدو نيسر آمنكم أبو نيسنا قدو الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله قدو إنا ورات نينا خازن جنة وقن نينا لقيا وقن نينا أرزاق وقن نينا قابد أرواح وقن نينا ورن ملائكة وزائف شخنوك أعمال شخنوك ناوك إن حديث دين تولنا النبي صلى الله عليه وسلم دوي وزننا نيس آمن نكون بهم نين جزو إيمان بالملائكة الروح نان الإيمان بالكتب تلين تنوغن أني ناس يقارغن يتضمن بدو نينا أربع أشياء ناوك نان سجد أخوتنا عن قيلن بناو يتضمن أربع أمور الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا كتب سماوية جارلت قمردقن حق جنين الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل آمن نكون كدو انسمو ناسين أرنو إنجيل توراة قرآن ناس آمن نكون بب تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة ما صح نقله عنها في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء برلد أدول له ما نقل سوء قلنا ما سبتوا ديني نخلي آمن نكون بهم العمل بأحكام ما لم ينسخ منها نسخ سقو ديني نخلي يحيي قول له ما دونين أس نكون بها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمه أو لم نفهمها وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن ناو كتب جابر قرآن انت ذنبي إن القرآن سبت دقاه ولا إن قرآن لحوال سكرر ما قرآن نسخ سكرري قرآن لواني غيري نين نسخ سكون جابر منان ندل وانا دقاه قرآن جن لأنه قرآن لسبت حقون آخر جن قرآن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين جن وقرآن ينا ديننا ودين الإسلام ني دم بق دين إلا ني أوت أكاه الله ني الأدم ني أدخل لعني نين اختيار جاره الإيمان بالرسل ويتضمن أربع أمور الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بجميعهم يعني نادك كفر أو تكن نادك عملنا بمشانهون والإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام وتصديق ما صح عنهم من أخبارهم وذا أخبارنا ونحسنوا نادك من نكون بهم صدقنا الله بمشانهون العمل بالشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم والمرسل إلى الناس جميعا النبي صلى الله عليه وسلم طيب الإيمان باليوم الآخر ويتضمن ثلاث أمور الإيمان بالبعث يوم القيامة دام ودنو أغن مليان روكد انترو أغن كرا دنبي كروانة دنبي بعث يوم القيامة بعث الناس يبتعثوا وليو انترنك نابنو قوانك ما نينا سنت نينا يعني ينا كردي ينا قنادي غنجدي غنجري قنادي سنغن الله سبحانه وتعالى قول لهم كسي غانوك لاو كنترنو نين امننا بشارون اليوم الاخر الايمان بالبعث اليوم الاخر امننا نكون بو ريخ بعثن بو الايمان بالحساب حساب المجزارن بو
والإيمان بالجنة والنار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ومن ذلك فتنة القبر وعذابه ونعيمه. ربلي عذاب رمبوك، نعيم رمبوك، فتنة رمبوك. أسأل الله ينجينا من فتنة المحياة والممات وفتنة عذاب القبر. نان والترلين تنوغن الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يتضمن أربع أمور: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا. الله سبحانه وتعالى جملة دي تفصيل دي ناتك روح إش بدي بربورديسي ناتك روح الله سبحانه وتعالى. والإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. والإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. دليل ورشا خلنا الدليل على أركان الإيمان الستة. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومسلم هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.